أنا عايز أؤكد أن لكل من يسأل عن الصلاحيات فسأخذ الصلاحيات الكاملة التي تعطيني أن أنا أقوم لخدمة هذا البلد اللي أنا شاء القدر أن آتي وأقف في اليوم لأتكلم بعد غياب أكثر من 10 سنوات. بعد غياب أكثر من 10 سنوات، هل حضرتك تشعر بأن هذه المرحلة تختلف عن المرحلة السابقة في أداء مهمة رئيس الوزراء من حيث الحياة السياسية التي تعيشها مصر، من حيث الحياة الاقتصادية التي نعاني منها، من حيث الحياة الاجتماعية والمظاهرات الفئوية من كل الجوانب؟ يعني هذا الامر كل اللي بتقوليه صحيح فيما يتعلق ان الامر يختلف تماما عما مرت به مصر في سنوات طويله سواء قبل الثوره وبعد الثوره، وده يمكن التحدي الحقيقي لان من يتولى المسؤوليه الان لابد ان يتاكد انه ما سيفعله هو لاجل هذا البلد، مش من قبل الكلام لان الكلام دايما نقول من اجل البلد كثيرا يعني، ولكن هو تحدي حقيقي لان اي مسؤول حاليا افضل له انه يقعد في بيته، اي مسؤول حاليا احسن له ان هو ينام، ولا يمنع ان هو في اي لقاء يبكي على مصر ويقول، ولكن التحدي الحقيقي ان احنا نقبل هذا. كيف ترى يا فندم السيناريو لاختيار هذه الشخصيات المقرر انضمامها في الحكومه الجديده بحيث ترضى قبول ورضا كافه التيارات والسياسيه؟ بمعنى هل ستضم شخصيات من الاخوان، شخصيات ليبراليه، شخصيات من الائتلافات السياسيه الموجوده في ميدان التحرير؟ يعني أنا طلبت من سيادة المشير أخذ بعض الوقت القريب إن حتى أتمكن من التشكيل اللي يرضى به الشعب كله، لأن أنا جئت لأخدم هذا الشعب اللي أنا منه، وأكد إن المجموعة الوزارية الموجودة وهي مجموعة فاضلة بقيادة الأخ الدكتور عصام شرف، وسيادة المشير هيطلب من الدكتور انه يستمر لحين تشكيل وزاره جديده بكل وزرائه. فالمجموعه الموجوده رغم انها مجموعه كما ارى وكما اسمع مجموعه طيبه، ولكن يمكن الجزء الاكبر منه ما عرفوش. وبالتالي الحكم الحقيقي في التشكيل الوزاري هو كيف يكون بشكل يحقق ما نرجوه لهذا البلد، وفي نفس الأمر يجد قبول عند الكافة، وبالتالي ليس في داخل الوزارة هناك أناس أنا حريص أنهم يبقوا إلى الصالح العام، ولا في خارج الوزارة أنا حريص أن تدخل إلى إسكان الصالح العام. وأتمنى أن من يأتي ومن يرسل لي أي ائتلاف شبابي، أي تيارات حزبية، أي توجه سياسي أن يطرح بعض الأسماء، وأكون سعيد أن أنا أراجع هذا، ولكن لا يوجد شيئا في ذهني الآن عن أسماء معينة إلا كيف أقوم بهذا الواجب الشاق جدا لخدمة هذا البلد في هذه المرحلة. دكتور كمال من فضل حضرتك السؤال الأخبار اليوم، حضرتك هتلحق تشكل الوزارة قبل الانتخابات يوم الاثنين إن شاء الله المرحلة الأولى؟ لا طلبت إعطاء فرصة لأتمكن بالتشكيل لفترة زمنية مش بعيدة، ولكن بالقطع مش هتم قبل انتخابات يوم الاثنين. أو حضرتك هتقابل الوزراء الجدد في وزارة التخطيط وليس مجلس الوزراء كما يذكر البعض؟ يعني مش المكان مش هو الموقع. لا ما يستمر يعني مش، ولكن لم يبدا بعد النقاش، ولكن هو فين مش مشكله يعني، ولكن بالخطا مش هيكون في مجلس وزراء بدل في رئيس وزراء موجود. دكتور كمال الاولويات حضرتك ارجو ان تكون ايام قليله او فتره قريبه خلال الاسبوع. اول قرارين معالي الدكتور كمال اولويات سيادتك طبعا الامن والوضع الاقتصادي، بس اول قرارات سيادتك حريص على لا انا بس عشان يعني ادوني فرصه لنفكر من يبقى ومن ياتي، ولكن اللي عاوز اؤكد عليه دلوقتي وليس مجامله للمؤسسه العسكريه او انه المشير النطاوي انا بتكلم للمواطن المصري غير راغب ان يستمر، وده لو كنت اعرف ان هو عاوزين يستمروا ما كنتش تعاونت مع المؤسسه العسكريه. فاحنا جينا عشان نخدم بلدي. دكتور كمال سؤال اخير لو سمحت لي.